الأيام الفارطة كانت تحمل أخبار سيئة بوفاة الطبيب جاد الهنشيري، طبيب الزوالي، الطبيب الذي دافع على الطب العمومي، الطبيب الذي كان صوته عاليا في كل المنابر، هاجم الكناطرية، هاجم تجار السموم، هاجم الأطراف والبارونات التي حاولت التمعش من قطاع الصحة في بلادنا. الناس الكل بكيت، الناس الكل حزنت. أم العرايس وقفت واستقبلت زوار من كامل تراب الجمهورية، كانوا يودعوا في الطبيب الشاب، الطبيب الذي دافع على الزوالي. ونبدأ بك انت سيد علي، قلت لي بنتي بكيت، ولا بنتي بكيت من كندا وصغاري ما تعشاوش وقت لي سمعوا الخبر، وقلت لي طبيب كنت راه كيما ولدي. صحيح صحيح، هذا طبيب زميل بنتي، البارح في الليل نحكي انا وياها، صدقني قالت لي حتى شقام فتره قعدت تبلوكات مش هيك فتره ما نجمش تاكلوا الكل، على خاطر قالت لي من اعز ما عرفت في حياتي طبيب هذايا، مع الزوالي ومع الانسان كل محتاج يلقاه هو قدام. ربي يرحمه والله. اليوم كي نحكيه على فارس من فرسان ومن العرايس اللي دافع على الزوالي واللي دافع على حق المرأة الكبيرة في حفنة من الأدوية، في حق الشيخ في الأنسولين، في حق التونسي باش ما يتهانش، تونسي شكون عنده سبيطار. مع الأسف تونس فقدت أحد قياداتها اللي كان عنده مستقبل نتاع رجل دولة داخل قطاع الصحة. لو كان أمثال جاد الهنشيري على رأس وزارة الصحة لعم الأمن العمومي ولا الزوالي يداوى في ظروف جيدة، كان رفيقا لنا داخل اتحاد عام طلبة تونس، وكان مناضلا داخل اتحاد الطلبة، وكذلك كان مناضلا داخل قطاعه، ومات مناضلا سواء بين قوسين وفاته المنية بأسباب طبيعية أو وقع اغتياله. نحن نقول لرفيقنا على العهد باقون وعلى الدرب، سوف ننتصر لتأسيس تونس اجتماعية، تونس عادلة، تونس وطنية، وسوف يصمتون إلى الأبد هؤلاء أعداء الإنسانية والحرية. جاد كان يقول نحب نعمل سبيطار للتوانسة، ماهوش بطوار، لأنه كي تمشي في منتصفة الليل للمستشفيات العمومية تجد شعبنا الكريم يعذب لا يعالج، لأنه الإمكانيات ضعيفة، واللي عنده فلوس يمشي للكلينيك، واللي ما عندوش فلوس يموت جزءا فجزءا ويتألم أهله. وبالتالي جاد الزياني كان منظارا وكان منصة للحق، فقداته تونس وفقداه نحن كرفاقه، لذلك لروحه السلام. وأرجو أن تريد تونس وهي ولادة أمثال جاد، وأمرر الكلمة إلى سيموس. اليوم في بلادنا ربما المريض يبكي حرقة لما يشاهد مريض آخر توفى، فما بالك بألاف المرضى وقت ليسمعوا بالطبيب نتاعهم ربي هز أمانته، أكيد الحزن كبير. أنا أعتقد أن هذا الطبيب شكل ظاهرة، أنا فاجأني حقيقة، لم أكن أعرفه من قبل، مر أمامي مرور عابرا، لكن استجابة المؤثرين في عالم الانترنت، في التيك توك، في الفيسبوك، في الرأي العام، في الصحافة، في الإعلام، وحتى الجنازة التي حظي بها في بلدته حيث نشأ وترعرع، هنالك استثناء. يبدو أننا فقدنا أحد الشبان الذين كانوا يدافعون عن العدالة في توزيع حق التداوي للتونسيين، هذا المفقود الآن. لا تنسى اليوم عندنا أزمة في قطاع الصحة، مثل ما لدينا أزمة في قطاع التعليم وفي الفلاحة وفي الزراعة، لدينا أزمة عميقة في قطاعات الصحة. أين تسير بنا الدولة؟ كان هذا، وأنا تابعت فيما بعد وفاته بعض التدخلات الإعلامية، كان يدافع عن الدولة الوطنية في قطاع الصحة، عن قطاع صحي عمومي مجاني، هذا غير موجود الآن. حتى الأطروحات التي تقدمها اليوم الحكومة لا تدافع عن عمومية ومجانية الصحة للتونسي. ربما هذا الطبيب كان يتوفر على وعي عميق جداً،
بضرورة استعادة الدولة لوجودها في قطاع الصحة. الدولة موجودة في قطاع الصحة الآن، ها أقول غير موجودة. أنت ها قلت تكلمت باسم البتوار وأن المسح المستشفيات العمومية في حالة نكبة، وعجزنا حتى عن إعادة بناء مستشفيات جامعية، وتعرف مشكلة المستشفى بتاع القيروان إلى اليوم. قطاع الصحة هل نفذنا فيه إصلاحات بعد 2011 إلى 2021؟ لم ننفذ. ومن 2021 إلى اليوم ما زلنا عاجزين عن تحقيق إصلاحات عميقة تمنع أمثال هؤلاء الشباب من الهرب. بدأ ما هربش من تونس. عنا سنويا 500 طبيب تونسي تنفق عليهم الدولة التونسية ما تنفق، ثم يهاجرون هربا من ظلم الدولة، لأنه الشاب التونسي الطبيب يخرج يلقى روحه يشتغل بأجر زهيد لا يمكن أن يقيم له أوده وما يعيشوش. دونك شو هذا؟ أنا استمعت إلى بعض مداخلات وكان يدافع عن حق الزواولة، أولئك البسطاء الأغلبية المفقرة في التداوي، عندهم حق التوانسة في التداوي، وكان يشير إلى الفساد، خاصة مسألة الفساد في قطاع الصحة. نحن نذكر جميعا قضية اللوالب القلبية والدواء المغشوش والمضاربين متاع الدواء والمضاربين متاع المساحات الخصوصية اللي هو بحر طويل، والسمسرة، واستمعت إليه وهو يتحدث عن السمسرة. من أراد أن يمجد صورة هذا المرحوم رحمه الله، نحن نقول في مداخلة اللي كنتي مش أقولك، أنا أرى في الفيسبوك سي بدر الدين وبعض الإعلاميين يقولوا لي روحي السلام، أراه في حضارتنا وفي ثقافتنا حتى يتقبلوا منا الجميع، أراه ما نقولوش بي بور سونام، اللي روحي السلام هذاك لفظة جملة مسيحية للترحم على على المتوفين. المتوفي هذا باعتباره مسلم قولوا رحمه الله. هذا في ملاحظة اللي كنتي والجبقية يعطيك الصحة. نرجع لك اللي كنتي في القمودي الله يرحمه جاد. جاد يمكن الظروف خليته يتعرف من خلال أنشطته النضالية سواء في اتحاد الطلبة أو على رأس الأطباء الشبان، وظهر شوي في الإعلام مش ياسر، لكن أكد لك معنا جاد في كل مستشفى عمومي سواء كان محلي أو جهوي أو جامعي، هذا ثابت. عنا مئات لما قل آلاف الأطباء رفضوا يغادروا المستشفى العمومي للقطاع الخاص رغم إغراءات القطاع الخاص، رفضوا يغادروا إلى الخارج رغم الإغراءات المالية، ومؤمنين بالزوالي ومؤمنين إلي القطاع العمومي هذا قطاع الصحة قطاع خربته المافيا، سواء كانت مافيا بتاع القطاع الخاص أو الأطراف الأخرى اللي قاعد تستثمر في قطاع الصحة. ونعرف المعاناة اللي أشار لها هو شوي، أنا نأكد اللي في أغلب المستشفيات العمومية السكانير مازال جديد يتعطب عم دم باش القطاع الخاص يستفيد، وعندنا سمسارة داخل القطاع الطبي وشبه الطبي والعملة داخل المستشفيات يوجهوا المريض. لا أخوي السكانير ما عندناش كون يقراه أو ما يخدمش، إيكو يمشي يخرج لبرا، تحليل في ساعة قطعة تتكسر أو المواد الأولية السي نتاعها المستشفى ما الإدارة ما توفرهاش، والفساد ينخر القطاع الصحي العمومي. جاد مثل صيحة فزع داخل هذا القطاع، المواطن العادي يعيشه كل نهار المعاناة، يعيش المعاناة هذه كل نهار، الأدوية ما ثماش حتى بسيطة. واضح جاد اسم على مسمى، وكيف ما نقولوا بلهجتنا يرحم الأم اللي جابت والبو اللي ربى، كان جاد في الدفاع على الزوالي، في الدفاع على الدواء متاعو، في الدفاع على المستوصف والمستشفى متاع الشعب عامة الشعب، وكان مهاجما شرسا لبارونات الفساد لمهربي الأدوية. وسؤال المطروح اليوم، من أسكت جاد؟ هل الكناطرية نتاع الدواء المنتشرين في الصحراء؟ هل بارونات اللولبيات القلبية الفاسدة؟ هل المساحات الخاصة المارقة؟ هل من تخلوا على الطب العمومي وفسحوا المجاد للمصحة الخاصة؟